السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. هناخد النهاردة لسون 4، الدرس الرابع للصف الخامس الابتدائي من الوحدة الاولى، واللي بيكون بعنوان فونكس تايم. لو كان فاتك الدروس السابقة في الوحدة الاولى، انا هسيب لك اللينكات بتاعتها اسفل الفيديو في الديسكريبشن، وتعالوا مع بعض كده نبدأ ونشوف درس النهاردة بيحتوي عليه. درس النهاردة هيدينا مجموعة من الحروف ونشوف الأصوات اللي هتخرجها لنا هذه الحروف في الكلمات هتبقى ازاي. أول حاجة خالص بيديني الحرفين اللي هو السي والاتش مع بعض، وبيقول لي ان هما في الكلمات ديت هيتنطقهم تشا تشا. تعالى كده نشوف الكلمتين اللي مديني فيهم الصوت ده، chair chair chair، cheese cheese cheese. بعد كده مدينا الحرفين اللي هو الاس والاتش مع بعض، ودول بيتنطوا مع بعض شا ش، كان زي الحرف الشين اللي في اللغه العربيه بالظبط. فعشان كده هننطق الكلمات ديت ازاي، هننطقها fish fish، sheep sheep sheep، dish dish dish، shirt shirt shirt. يبقى نخلي بالنا الفرق ما بين السي والاتش والاس والاتش، هو ان السي والاتش بنحط تي في اول الايه النطق، فنقولها ايه تشا، انما الاس والاتش بتتقال شه بس. اوكي طيب نشوف الصوت اللي بعد كده. مديني بعد كده التي والاتش، وبيعرفني اللي هي لها نطقين، تي والاتش معانا يا اما بتتنطق ذا يا اما بتتنطق ثا، يا ذا يا ثا. تعالى كده نشوف نطقها، mother mother mother. طبعا عشان تطلع الصوت ده بشكل صحيح بتخلي طرف لسانك يبقى لامس ايه سنانك، كأنك بتنطق حرف الذال اللي في اللغة العربية، mother. طيب تعالى بعد كده ليه الرقم اللي معانا ده اللي هو تي والاتش فيه بتتنطق ثاء زي الثاء بتاع اللغة العربية برضو، three. برضو نفس الكلام، عشان تطلع الصوت ده كويس بتخلي طرف لسانك يبقى لامس ايه سنانك، انما طبعا لو انت قلتها three اوكي يبقى انت كده بتنطقها بالاس، وبالتالي كده نطقك للكلمة غير صحيح. نيجي بعد كده للصوت التاني اللي معانا اللي هو البي والار مع بعض، اللي هما يدونا الصوت برا برا. تعالى كده نشوف الكلمتين اللي عليه، bread bread bread، bring bring bring. بعد كده معانا ال P وال R ويتنطقهم برا برا، زي مثلا كلمة present present present، ونخلي بالنا ان الاس هنا بتتنطق زه. بعد كده معانا الصوت اللي هو جي مع الار هيتنطقهم جر جر. طيب زي ايه؟ green green green، grass grass. وممكن الكلمة دي تتنطق grass، يبقى ممكن نسمعها بشكلين، يا اما grass يا اما grass. التي والار اللي هي تتنطق تر تر، زي تري تري تري، ترين ترين ترين. بعد كده الدي مع الار تتنطق در، زي درم درم درم. بعد كده السي والار بتنطق كر كر، لان السي هنا هتتنطق كي، زي cry cry cry، creek creek creek. طيب بعد كده الاس والال مع بعض اللي هي تتنطق سل، زي slide slide slide. بعد كده البي والال play play play.
plain plain plain. بعد كده ال P برضو والال معانا في كلمة كمان plum plum plum. ال F والال flower flower flower. fly fly fly. بعد كده الاس والان sneeze sneeze sneeze. بعد كده الاس والبي spoon spoon spoon. spain spain spain. وطبعا بما ان سبين هنا اسم دولة بالتالي بنخلي حرف الاس فيها يكون كابيتال. تعال نشوف اللي بعد كده spider spider spider. بعد كده اس والام مع بعض smile smile smile. smell smell smell. بعد كده الكلمات الإضافية اللي معانا honey honey honey. bee bee. peach peach peach. وطبعا كلمة peach هنا بقصد بيها اللي هي الخوخية الواحدة بس، إنما لو عاوز أجمعها هحط لها es تبقى peaches peaches. تعالى بقى مع بعض دلوقتي بعد ما خدنا الكلمات بتاعتنا وشوفنا كل كلمة بتتقرأ ازاي، هنحل دلوقتي اكسرسايز على درس الفونكس تايم. هنبدأ معانا بسؤال الليسننج. سؤال الليسننج ده سؤال سهل جدا وبتكون درجته مضمونة في الامتحان، وهو بيجيب لي كلمتين زي ما انتم شايفين كده وبيدخل المستر يقرأ لك واحدة فيهم بس، فانت بتسمع هو قرأ انهي واحدة وبتعمل عليها ايه دايرة. تعالى كده نجرب مع بعض. A spoon spoon. يبقى انا كده يا اولاد قرات كلمه ايه spoon اللي هي معناها ملعقه، يبقى ديت اللي هتعمل عليها ايه، دي اللي هتعمل عليها دايره. b smell smell. يبقى انا كده قرات كلمه ايه smell اللي هي معناها يشم. c fly fly. يبقى انا كده قرات كلمه ايه fly اللي هي معناها يطير. نيجي بعد كده لي question number 2 اللي هو بيطلب مني ان انا احط كلمه بتاع دايره على الكلمه المختلفه وبحط كلمه بديله ليها عشان تكون شبه الثلاثه التانيين. number 1 جايب لي معايا peach اللي هي معناها ثمره الخوخ، apple تفاحه، chair كرسي، plum برقوق. معنى كده ان احنا جايب لنا تلات انواع فواكه ومعاها تشير، بالتالي هنشيل كلمة تشير اللي هي معناها كرسي وهنحط اي فاكهة وليكن مثلا بانانا مثلا بانانا. نمبر 2 cry يبكي، وده طبعا فعل. creek ده اللي هو الجدول المائي وده اسم. fly يطير برضو ديت verb فعل. play فعل برضو. يبقى انا كده عندي 3 verbs تلات افعال ومعاهم ايه ومعاهم اسم، يبقى الاسم هو اللي هيكون ايه مختلف. نيجي بعد كده للكلمة اللي هنحطها، هنحط فعل عشان يكون زي التلاتة التانيين. اي فعل بقى على دماغك وفي بالك تقدر تحطه عادي، زي مثلا وليكن الفعل اللي هو eat يأكل، واحد تاني ممكن يحط ايه run وهكذا زي ما انت عايز. number 3 drink ده فعل بمعنى يشرب. بعد كده spoon ملعقة، dish طبق، fork شوكة. يبقى معنى كده يا أولاد احنا عندنا تلت أدوات من أدوات المطبخ ومعهم كمان فعل اللي هو فعل drink، يبقى الفعل هو الايه اللي مختلف. عايزين بقى دلوقتي نحط حاجة بنستخدمها في المطبخ. ممكن مثلا نحط وليكن نايف اللي هي كلمة سكينة نايف، يبقى نايف يعني سكينة، طبعا حرف الكي فيها بيكون
سايلنت. يبقى هيكون عندنا السبون والدش والفورك ونايف، دي كلها ادوات من ادوات المطبخ. واحد تاني ممكن يقول لي يا مستر ما انا ممكن احط الكلمات اللي جات لي في الدرس التاني اللي هي كانت كلمة pan يعني طاسة، وممكن واحد تاني يحط مثلا كلمة ايه put اللي هي الايه الاناء، وبالتالي اي واحدة في التلاتة ايه ينفع. ممكن تيجي كمان في الامتحان بدل ما تحط له مثلا كلمة ممكن تحط له ايه كلمتين. طيب تعالى على نمبر 4، plane طائرة، spain دولة اسبانيا، car سيارة، train قطار. يبقى انا كده عندي ثلاث وسائل من وسائل الايه المواصلات اللي هي plane وcar وtrain، وهنشيل الدولة لان هي كده اللي مختلف. عايزين بقى دلوقتي هنحط وسيلة مواصلات مع الثلاثة التانيين عشان يبقوا الاربعة وسائل مواصلات. واحد مثلا ممكن يحط وليكن مثلا تاكسي، صح؟ طيب واحد تاني ممكن يحط مثلا يقول انا احط كلمة فيري اللي واخدينها السنة اللي فاتت، وفيري يعني معدية. طيب تعالى على نمبر 5، ويندو اللي هي شباك، دور باب، بيد سرير، جراس اللي هي حشائش. هتلاحظ هنا ان هو جايب لك تلات حاجات مصنوعين من الود من الخشب اللي هي الشباك والباب والسرير، ومعهم كلمة ايه جراس ده نبات حشائش. يبقى نشيل الجراس ونحط اي حاجة مصنوعة من الخشب وليكن الكلمة اللي احنا خدناها النهاردة اللي بدأ بالسي والاتش اللي هي كلمة تشير، وتشير يعني ايه يعني كرسي. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نشوف question number 3 اللي هو بيقول لي fill in the gaps using words in the box. هنقرأ الكلمات اللي موجودة في البوكس ده الأول ونشوف معناها، وبعد كده نحط كل كلمة في المكان المناسب. grass هنا أو grass اللي معناها حشائش، green أخضر، plane طائرة، plums البرقوق، وslide يعني زحلقة. تعالى كده نشوف هنحط كل كلمة في مكانها ازاي. Yesterday I went to the park with my family. امبارح او امس انا ذهبت الى الحديقة مع عائلتي. I saw a lot of بعد كده trees. رأيت كثير من الاشجار. طبعا هنا الكلمة المناسبة اللي نقدر نستخدمها هي كلمة ايه؟ فكر كده. برافو عليك. هنستخدم هنا كلمة ايه؟ كلمة green اللي هي الاشجار عشان نوصف بيها الاشجار ان هي اشجار خضراء. يبقى هنستخدم كلمة green ونقول green trees الأشجار الخضراء. بعد كده بيقول my sister and my brother played on the. أختي وأخويا لعبوا على إيه؟ إيه الحاجة اللي ممكن يلعبوا عليها أختي وأخويا في الحديقة؟ ها من الحاجات الأربعة اللي متبقيين، فكر كده. برافو عليك. الحاجة اللي هيلعبوا عليها هي كلمة إيه؟ slide، وslide يعني زحلية. يبقى أختي وأخويا لعبوا على السلايد. نمبر 3، we saw هنا الماضي بتاع سي بمعنى رأينا. رأينا ايه بقى؟ in the sky. شفنا ايه في السماء؟ ايه الحاجة اللي تنفع نشوفها في السماء من التلاتة دول؟ ها فكر كده. برافو عليك. الحاجة اللي ينفع نشوفها هي كلمة ايه؟ plane، وplane هنا بمعنى الطائرة. يبقى هنكتب هنا ايه؟ plane. نمبر 4 والأخيرة معانا بيقول my mother ate، أمي أكلت، and peaches وكمان خوخ، أكلت كذا وخوخ. إيه الحاجة اللي تتاكل هنا؟ الجراس اللي هي الحشائش، ولا البلمز اللي هو البرقوق؟ طبعا الحاجة اللي تتاكل هنا اللي هو البرقوق اللي هو البلمز. شوف مع بعض كده question number 4 اللي هو rearrange the following words to make correct sentences. يعني بيقول لي رتب الكلمات الآتية عشان تعمل correct sentences يعني جمل صحيحة. نمبر 1 هنا بيقول استخدم او هتبدأ بشي اللي هو الضمير شي، وده الفاعل بتاع الجملة بتاعتي. وطبعا زي ما احنا عارفين ان بعد الفاعل بتاعنا بستخدم الايه الفعل. فين الفيرب بقى هنا اللي في الاربع كلمات التانيين؟ ها هي بتعمل ايه هي؟ برافو عليكم، بترى اللي هي sees. يبقى بعد شي هنستخدم الفعل اللي هو ايه سيز. يبقى هي ترى. ترى ايه بقى او بتشوف ايه؟ متبقي لي دلوقتي trees الاشجار، وبعد كده 3 رقم 3، وgreen اللي هو خضراء. لسه احنا مستخدمين من شويه اولاد لو فاكرين، وحطينا كلمه green قبل trees عشان نقول الاشجار الخضراء. اوكي يبقى هنخليها green
trees. ونمبر 3 دايما بتحط قبل الايه؟ قبل الاسم. يبقى الارقام دايما بتتحط ايه؟ قبل الاسم. يبقى نقول ان هي she sees، يعني هي ترى 3 green trees، يعني هي ترى 3 اشجار خضراء. نمبر 2 بيقول استخدم is، هتبدأ بيها السؤال بتاعك بمعنى هل. احنا في الجملة هنا هتتخيل كأن احنا راكبين طائرة بالظبط، وبعد كده انا هسألك وعاوز اقولك هل الطائرة بتاعتنا ديت، هل الطائرة فوق او اعلى اسبانيا؟ اسألك انا بقى كده ازاي؟ هقولك is the plane، يعني هل الطائرة مالها بقى فوق او اعلى، يعني over، ده حرف الجر اللي احنا هنستخدمه. وبعد كده دولة اسبانيا اللي هي سبين. يبقى السؤال بتاعنا تاني is the plane over Spain، هل الطائرة فوق اسبانيا؟ طيب بعد كده بيقول استخدم she كبداية للجملة بتاعتك. اوكي ديت الفاعل بتاع الجملة، بعد الفاعل هتستخدم الفعل بتاعك. الفعل هنا اللي هو، فكر كده فين الفعل هنا اللي موجود قدامنا، برافو عليكم، الفعل هنا اللي هو كلمة puts، وputs هنا بمعنى تضع. يبقى هي بتضع، بتضع ايه؟ هتحط ايه؟ ايه الحاجة اللي تنفع هنا تحط؟ اللي هو الفش، السمكة. وبما ان السمكة هنا مفرد يبقى نحط قبلها الايه؟ الا. يبقى she puts a fish، هي تضع سمكة. تحط السمكة فين بقى؟ عايزين نقول ان هي بتحطها على او فوق الطبق. يبقى هنستخدم حرف الجر اللي هو on، وبعد كده the اللي بنحطها قبل الايه؟ قبل الاسم. يبقى تاني الجملة بتاعتنا هتبقى she puts a fish on the dish، يعني هي تضع سمكة فوق او على الطبق. نمبر 4 بيقول ابدأ سؤالك باستخدام الفعل المساعد اللي هو did واللي معناه هل، وده كنا شرحينه في الدرس اللي هو التالت، في الفيديو اللي هو التالت، وتقدر تشوفه زي ما قلت لك على القناة موجود اسفل الفيديو. ابدأ بقى بديد هنا اللي هي معناها هل. ترتيب السؤال اللي كان بدأ بديد يا ولاد كان بيقول بتبدأ بديد وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر. تعالى نمشي على الترتيب ده، فين الفاعل هنا؟ ها برافو عليكم، الفاعل هنا اللي هو الضمير مين؟ الضمير they. يبقى did they. بعد they احنا بنقول بيستخدم الفعل في صيغة المصدر، فين الفعل هنا او الverb؟ برافو عليكم، الفعل هنا اللي هو مين؟ اللي هو fly، يعني يطير. طيب بيطير ايه؟ did they اللي هو او هم بيطيروا ايه؟ بيطيروا الطيارات اللي هي kites. يبقى تاني did they fly kites، وبعد كده yesterday انت بتحطها في اخر الايه؟ الجملة. هل هم طيروا طيارات بالامس؟ طبعا لو انت هتجاوب هنا بيس هتقول لي yes they did، لو هتجاوب بنو تقول لي no they didn't. نيجي بعد كده لاخر سؤال معانا اللي هو سؤال الباراجراف، وبتطلب منك ان انت تكتب 5 جمل على الصورة. ركز بقى معايا كده وشوف انا هكتب 5 جمل او اكتر ازاي على الصورة اللي قدامنا دي. اول حاجة خالص انت بتوصف لي مين اللي قدامك. الاول هتقول لي ان هي she is a girl، واحد تاني ممكن يقول لي مثلا she is a woman، يعني هي امرأة او سيدة، سواء كتبتها she is a girl او she is a woman الاتنين صحيح. تعالى بعد كده للمكان، هي فين بالظبط البنت ديت؟ بيقول لي ان هي موجودة فين؟ في البيت، لان طبعا الصورة واضحة جدا ان هي في البيت. يبقى هنقول ايه؟ هنقول ان هي she is at home. يبقى she وبعد كده is وبعد كده at home، في المنزل. طيب بعد ما قلنا ان هي في المنزل بتعمل ايه في المنزل؟ بتاكل، مش كده؟ يبقى نقول ان هي she is، طالما بتوصف حاجة بتحصل دلوقتي تستخدم am او is او are، وتستخدم الفيرب بتاعك يا ولاد وتحط له ing، يبقى تقول she is eating. طيب بتاكل ايه؟ بتاكل جبنة صح؟ يبقى she is eating cheese، بتاكل cheese. بعد كده الجملة الرابعة اللي هنكتبها معانا ان هي مثلا ممكن نقول ان هي she likes cheese، واحد ممكن يقول ان هي بتحب الايه؟ الجبنة، مش كده؟ يبقى نقول she وبعد كده likes وبعد كده ايه؟ cheese. واحد تاني ممكن يقول ان هي بما انها بتاكل يا مستر يبقى هي كده اكيد جعانة صح؟ واضح جدا ان هي جعانة، يبقى نقول ان هي she is hungry، يعني هي جوعانة. واحد تاني ممكن يقول طب انا هوصفها كمان ان هي سعيدة،
هل هي سعيدة؟ طبعا ان هي سعيدة بتاكل، واضح ان الاكلة المفضلة بالنسبة لها، يبقى she is happy. واحد تاني ممكن يقول انا هوصف اللبس اللي هي لابساه، فهقول مثلا ان هي لديها او بترتدي she wears، يعني ايه؟ يعني هي ترتدي ايه بقى؟ a red sweater، لابسة سويتر لونه احمر. واحد تاني ممكن يقول ان هي لديها شعر بني، مش كده؟ فلو هنكتب جملة زي دي يا اولاد هنقوم قايلين ايه؟ she، وبعد كده لديها يعني has، وبعد كده بني يعني brown، صح؟ وبعد كده كلمة hair يعني شعر، hair، يبقى she has brown hair. كده نكون كتبنا اكتر من خمس جمل زي ما هو عاوز. طبعا انت تقدر تزود، بس المهم ان هو ما تقلش عن خمس جمل، بس الاحسن انت بتكتب اكتر. ليه؟ عشان لو عندك جملة غلط ولا حاجة برضو تاخد درجة الايه؟ السؤال كامل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لو كنت بتشاهدنا لأول مرة، وتعمل لايك للفيديو. لو عندك أي استفسار بخصوص أي شيء تقدر تسيب لي بيه كومنت أسفل الفيديو، إن شاء الله هرد عليك على طول. واستنانا في الفيديو القادم واللي هحل فيه امتحانين على اليونت، وهنعمل عليها مراجعة بشكل رائع جدا. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.